مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من رسالة في آية. آيتنا النهاردة هنقراها من سفر الجامعة أصحاح 1 وعدد 7. بيقول الجامعة سليمان الحكيم: كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن، العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. آيتنا اليوم عزيزي المشاهد تتكلم بوضوح عن فراغ النفس البشرية، وتتكلم أيضاً عن خواء العالم، عالم لا يستطيع أن يقدم ما يشبع. علشان كده الآية بتقول لنا إن العين لا تشبع من النظر. الحاجات اللي تتشاف كتير جداً، والحاجات اللي بتشد العين كتير جداً، ولكن العين لا تشبع من النظر. عندي عشرات القصص وعشرات الأمثلة عن ناس ممن دعاهم العالم ناجحين، كانوا بيعتبروا أنجح الناس في مجالهم، ناس كتيرة بتبص عليهم وتتمنى تبقى زيهم، ولكن حقيقة الأمر إنهم كانوا مش شبعانين، علشان كده أنهوا حياتهم بالانتحار. ما تستغربش من الكلام، ولكن خليني أفكرك بعشرات الناس أنت عارفهم أكتر مني، كانوا من أشهر وأغنى الناس، ولكنهم قضوا على حياتهم بأنفسهم. ما كانوش سعدة، لو كانوا سعدة ما كانوش موتوا نفسهم. ما كانوش شبعانين، لو كانوا شبعانين كانوا استمروا فيما هم فيه. أكلمك عن مين ولا مين؟ أفتكر عشرات من الممثلين، من المغنيين، من الأدباء وغيرهم كتير قوي. فكرك بواحد زي ألفيس بريسلي، المغني الأمريكي اللي كان في يوم من الأيام سواق عربية نقل وانتشر وصعد نجمه بسرعة مذهلة، لدرجة أنه باع حوالي 500 مليون اسطوانة، زادوا ل 2 مليار اسطوانة بعد موته. الراجل ده يوم ما انتحر الرئيس الأمريكي كارتر بنفسه نعاه وقال إنه وفاة الملك جردت أمريكا من أحد أبجديات اسمها. أكلمك عن نجمة، من يسمونها بنجمة الإغراء الأولى، اللي اشتهرت باللقطات النجسة ومنها أتت شهرتها، واحدة جميلة جدا غنية جدا، مارلين مونرو، أنهت حياتها أيضا بالانتحار. كانت تتمنى لجمالها أن يدوم، كانت أكتر حاجة بتشغلها بحياتها إنها تفضل جميلة، ولكن عبثا فكل مجد الإنسان كزهر عشب، وانتحرت بكمية هائلة من المنومات بعد ما حاولت إنها تجد السلام ولم تجده إطلاقا. فلا سلام قال إلهي للأشرار. كلمك عن أرنست هيمنجوي، الكاتب الشهير اللي أخذ رواية جايزة نوبل عن روايته العجوز والبحر، أنهى حياته بطلقة من مسدسه في رأسه. أكلمك عن داليدا بنت حي شبرا، داليدا المغنية المصرية العالمية اللي كانت بتغني بثمان لغات، انتحرت تاركة وراءها رسالة تقول: الحياة لم تعد محتملة، سامحوني. أكلمك عن شاعر ورسام كاريكاتير أضحك الملايين ولكنه كان تعيس، من ضمن الأبيات اللي كتبها قال: الدنيا دي أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار، الهم واحد والملل مشترك، ومفيش حمار بيحاول الانتحار. ولكن الشاعر ورسام الكاريكاتير لم يستطع أن يتحمل الملل فانتحر. أكلمك عن مين ولا مين؟ أكلمك عن ديل كارنيجي، صاحب أكثر الكتب انتشاراً ومبيعاً في العالم، اللي من أشهر كتبه دع القلق وابدأ الحياة، ولكنه كان بيتكلم عن مبادئ إنسانية بدون ما يكون بيعرف المسيح شخصياً، فأنهى حياته بنفسه. أذهلني هذا الخبر، لأن كنت أقول لك بقرأ كتبه وبشوف فيها مبادئ إنسانية راقية ولكنها كانت بدون المسيح. العشرات ممن يراهم الناس ناجحين أنهوا حياتهم لأنهم لم يكونوا سعداء. الشبع مش في أي شيء في العالم، العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. أنا عارف أن أنت مش شبعان، مش رويان من العالم، نفسك في حاجات كتيرة، لكن اللي عايز أقوله لك أن كل الحاجات دي مش هتشبعك. أنا عايزك تقتنع أن شبعك في المسيح، هو الوحيد اللي يقدر يشبعك، هو اللي وقف وقال هذا الكلام العظيم: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب
تجري من بطنه أنهار ماء حي. عزيزي المشاهد، أنا عايز أأثر عليك الطريق. شبعك في المسيح، ريك في المسيح، تعالى تعرف عليه، تعالى ارتوي منه. بعدها يستخدمك المسيح في ري كمان الملايين من الناس، لأنه قال تجري من بطنه أنهار ماء حي. يا ريتك تصلي وتقبل المسيح. أشوفك في حلقة مقبلة. الرب معك.